مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نقطة نظام. الحقيقة أن النهاردة معايا واقعة غريبة جدا. للأسف إحنا في عام 2020 وما زالت هذه الوقائع بنسمع عنها وما زالت منتشرة، وخاصة في قرى الصعيد. هذه الواقعة يعني الحقيقة أنا لحد دلوقتي مش معتقد مدى الجهل اللي وصلنا فيه اللي وصلنا إليه، ومدى بعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى. المواقع التواصل الاجتماعي وخاصة أحد الصحف ذكرت أن هناك رجل خمسيني في إحدى قرى مركز ناجي حمادي بمحافظة قنا ادعوا أنه صاحب كرامات وأنه أحد أولياء الله الصالحين، وكمان يعني وصل الأمر أنه دعا أنه المهدي المنتظر. مش مشكلة أنه يدعي، أي شخص يدعي ما فيش فيها أي مشكلة. المشكلة الحقيقية هنا بقى بالتحديد في المواطنين، يعني المفروض كل شخص يعقل ما يقال له. المشكلة الحقيقية ان المواطنين والاهالي صدقوا كلام هذا الشخص واصبحوا يقفون بالطوابير على مكان اللي متواجد فيه من اجل ان هم يحصلوا على بركات هذا الرجل. ووصل الامر ان هو البعض بدا يقبل ايديه، والامر الاكبر كمان اللي يدعي الى السخرية والى الاستغراب اكتر، ان بعض من الاهالي وضع صور هذا الشخص اللي ادعى انه صاحب كرامات في منزلهم للتبرك به. والحقيقة أنا مش عارف هتكلم وأقول إيه في الموضوع ده بالتحديد. إحنا في عصر 2020 ما زلنا نؤمن بالخرافات، وما زلنا نؤمن بالشعوذة، وما زلنا نؤمن بأن هذا الشخص قادر على شفاء العليل، وأن هذا الشخص هو المد والعون والسند. الحقيقة يعني إحنا معانا فيديوهات وصور لهذا الشخص، ومعانا فيديوهات. الفيديوهات يعني أنا مش عارف إزاي أنا شخص مؤمن وموحد بالله أطلب العون والمدد من شخص تاني. العون والمدد بيكون من الله مش من اي انسان. هو الانسان هيعمل لك ايه؟ الانسان هيساعدك ازاي؟ انت بتطلب العون والمدد من ربنا سبحانه وتعالى. انا مش عارف. انا عايز اتكلم عن بعض الاحصائيات. المشكله ان احنا كثيرون من المصريين بيؤمنوا بهذا الموضوع. احنا عندنا نحو مليون مصري على الاقل بيؤمنوا ان هناك في مس من الجن والسحر وبيلجأوا للسحرة. المشكله ان في دراسه تحت عنوان الإسلام ومحاربة الجدل والشعوذة رصدت أن العرب بالتحديد بيصرفوا 5 مليارات دولار على السحر والشعوذة. تخيلوا هذا الرقم الضخم بنصرفه على السحر والشعوذة. والمشكلة الحقيقية كمان أن أغلب اللي بيلجأ لهذا الأمر من النساء. الموضوع الثاني أن قيمة ما يصرفوا المصريين بيصرفوا مبالغ ضخمة وبيلجأوا إلى هذا الأمر. بيقولك ان نحو 11% من المشاهير من السياسيين والفنانين ولاعيب الكرة بيلجأوا الى هذا الامر. ان 63% من المصريين بيؤمنوا بالخرافات. انا لحد دلوقتي مش مصدق ان احنا في 2020 وما زلنا بنؤمن ان هذا ان في شخص بيطلع يدعي ان هو صاحب كرامات وان هو قادر يشفي العليل. والمشكله ان الاهالي مصدقه هذا الكلام. يا جماعه لازم يكون عندنا وعي كافي، لازم نلجأ لربنا نشوف قرآننا بيقول ايه. انا مش عايز اتكلم واحكي لان انا معايا زميلي العزيز اسلام نبيل مراسل جريدة الدستور بمحافظة قنا يتكلم معايا عن هذه القصة وظهور رجل خمسيني بيدعي انه صاحب كرامات. استاذ اسلام اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذ الفاضل، ويعني جزيل الشكر لحضرتك وللسادة المتابعين. اهلا بحضرتك يا استاذ اسلام. كنت عايز اعرف من حضرتك هذا الامر يا استاذ اسلام والتفاصيل، وايه قصه ان ظهور صاحب كرامات؟ هل فعلا هو صاحب كرامات زي ما قيل، ولا يعني محاولات من محاولات النصب على المواطنين؟ والله يا فندم انا في البدايه بستاذن حضرتك في انني بوجه رساله اعتزاز بانتمائي لاهالي محافظه قنا ومركز ناجي حمادي وقرى شرق النيل. الاهالي اللي بكن ليهم كل الحب والاحترام، اللي هم لازم ان هم يعلموا ان كل ما ينشر عبر المنصات الاعلاميه بيكون نابع من ايماننا المطلق بضروره القاء الضوء على بعض القضايا اللي بتمس عاداتنا وتقاليدنا وتسيء إليها بشكل أو بآخر بمجتمعنا الصعيدي الراقي، حتى لا يقع أحد فريسة لتلك العادات الغريبة. أما قصة الشيخ محمد أبو سعيد، طبعا القصة دي من القصص الغريبة جدا في مدينة ناجي حمادي وبالتحديد في قرية القصر شرق نيل المدينة. تمام. الأهالي بيقدموا لي بعض القرابين للتقرب إليه، وهم بيعتبروه من أولياء الله الصالحين. تمام. الشيخ محمد أبو سعيد لا يعرف الناس اسمه الحقيقي.
ولكن هو يقيم في قرية القصر شرق نيل نجع حمادي منذ سنوات عديدة. هذا الموضوع ليس وليد هذا الشهر أو هذا العام أو منذ عامين، ولكنه وليد منذ ما يقرب منذ 5 سنوات. تمام. يعتبره الأهالي صاحب كرامات يحل مشاكلهم إذا لجأوا إليه، ده يعني وفق كلامهم. تمام. طب ده الشهر يا استاذ سعيد ما بينامش في بيته، ده بينام في المقابر، في المقابر ولا يذهب في المقابر يا فندم، ولا يذهب إلى منزله. تمام. بيأتي لي المواطنين من كل مكان في جميع أنحاء محافظة قنا، بمختلف مراكزها، بمختلف قراها، بمختلف نجاحها، لأن هم بيعتبروه أحد العارفين بالله. تمام. حتى أنه في بعض الأحيان أطلق على نفسه لقب المهدي المنتظر أمام المواطنين. تمام. الشيخ أبو سعيد اللي بيقبل عليه الأهالي لحل أي مشاكل بيمروا بيها أو أي أزمات مستعصية. طب سؤال بس يا أستاذ إسلام، سؤال معلش. نعم. هل فعلا ظهرت له كرامات زي ما الناس بتدعي، ولا هو يعني شغال بقى بطريقه معينه ان الناس اللي بتروج له خلاص عن طريق بعض المقربين اليه؟ بص يا فندم، الشيخ محمد ابو سعيد طريقته اللي هو بيشتغل فيها هو حد غريب جدا. الناس بتقدم له ذبائح ما بين الخرفان، اللحوم للاسر البسيطه ما بين 10 كيلو لحمه، بيقدموا ليه ولائم عباره عن ماكولات عديده، لان هم شايفينه المنجي، وطبعا المنجي هو الله من كل مشكله مستعصيه. طب اين العطلاء في الطالب؟ أسرة الطالب الذي يحلم بدخول كلية الطب، أسرة الطالب الذي تقدم في اختبارات كلية الشرطة تذهب إليه لمحاولة التقرب لي والدعاء ومحاولة أن هو يعمل له عمل أثناء دخوله الاختبار حتى يقبل في الكلية التي يحلم بها. طب سؤال بس أستاذ إسلام، هل ما يقوم به بمقابل مالي ولا يعني لله كده زي ما هم بيقولوا؟ اللي بيقوم بيه يا فندم، اللي بيعمله ده كله بيبقى متعدد، يعني بيختلف ما بين اسره لاسره. ما الاسره المتيسره الحال بيطلب منها فلوس واكل. اوكي. الاكل ده ما بيبقاش اكل جاهز يا فندم، بيبقى عباره عن ولائم وذبائح وعجول وخرفان. ده بالنسبه للاسر الميسره في الحال. تمام. بالنسبه للاسر البسيطه بيبقى الموضوع كله عبارة عن 5 كيلو لحمة. أنا مثلا هحكي لحضرتك واقعة بسيطة جدا. في إحدى فيديوهاتنا التي قمنا بتصويرها مع إحدى السيدات في محافظة قنا، ذكرت أنها لا تمارس العلاقة الحميمية الزوجية مع زوجها إلا بعد الحصول على إذن من الشيخ محمد أبو سعيد. حتى تحول الأمر للدرجة دي، للدرجة دي الناس مصدقة صوت الشيخ محمد أبو سعيد أعلى سريرها. يعني الدرجة دي الناس مصدقة كلامه ومقتنعة بيه؟ طبعا يا فندم. الناس، طب فين العقلاء، فين العقلاء اللي موجودين في القريه دي؟ فتاه السن مصدقه كلامه، السيده التي تزوجت ولم تنجب حتى الان مصدقه كلامه، الطفل اللي كبر لغايه دلوقتي ولم يتحدث اسرته مصدقه كلامه. طب الناس العقلاء اللي في القريه، هل ما فيش حد اعترض على هذا الامر او حد نصح الاهالي ان العون والمدد من الله مش من اي انسان على هذا الامر؟ خاصه ان الشيخ محمد ابو سعيد بعيدا ان هو بيوصف انه من اولياء الله الصالحين وانه من العارفين بالله، لكنه بيتلفظ بالالفاظ النابيه، وفي بعض الاحيان وفقا لحديث احدهما يقوم بسب الدين. فهل هذا هو رجل صالح؟ فهل هذا هو من أولياء الله الصالحين؟ ولكن قبل أن نظلم الأهالي، وهذه وجهة نظر شخصية، لابد أن ننظر إلى تنمية الصعيد، لابد أن ننظر إلى تنمية محافظة قنا، لابد أن ينظر رجال الأوقاف ورجال الأزهر إلى حملات التوعية التي لم ينظمها أحد في تلك القرى يا فندم. تمام يا استاذ اسلام، انا شاكر جدا. المركزيه وتسليط الضوء على القاهره وعلى العاصمه، وهذا حق مشروع، ولكن لابد الا يكون تسليط الضوء على القاهره وجه بحري فقط يا فندم. ننظر الى محافظات الصعيد، الى القرى والنجوع المهمشه، ننظر الى تنميه العقول وتنميه الحجر ايضا. تمام يا استاذ اسلام، انا شاكر لحضرتك جدا على المداخله دي وعلى التوضيح، وعلى ان احنا يعني ما زلنا في 2020 وبنصدق الخرافات وبنصدق اي شخص يجي
يقول لنا انا اقدر اشفيك، وانا اقدر احقق لك مستقبلك، وان انا اقدر احقق الامنيه بتاعتك. وانا عايز بس اعقب على كلام الاستاذ اسلام بان لابد النظر للصعيد. فعلا الدوله والحكومه وضعت خطه لتنميه الصعيد، والدور في هذا الامر بالتحديدا في هذه المشكله او هذه الشخص اللي بيدعي انه صاحب كرامات، الدور في التحديد هنا بيكون على الازهر الشريف وعلى وزاره الاوقاف اللي هي بتشكل حملات توعيه وتوعي الناس ان المدد والعون من ربنا سبحانه وتعالى، وان انت لما تيجي تطلب حاجه تطلبها من ربنا سبحانه وتعالى، ما تطلبهاش من انسان زي وزيك ما يقدرش يعمل اي حاجه الا باراده ربنا. ده بالنسبه للموضوع الاولاني. الموضوع الثاني النهارده الحقيقه مصر فقدت فنان القدير الراحل محمود ياسين الذي وفاته الالمانيه اليوم عن عمر 79 عاما، واللي جنازته ان شاء الله هتكون غدا بمسجد الشرطه باكتوبر، وسيدفن بمقابر الاسره بطريق الفيوم. خالص العزاء لاسره الفنان الراحل محمود ياسين. الفنان محمود ياسين قدم الكثير من الاعمال الفنيه الرائعه، كلنا يعني عشنا على صوته، يعني مجرد ما كنا بنسمع صوته في التلفزيون بنعرف على طول ان هذا هو الفنان القدير محمود ياسين. يعني هو سفير واعماله تتحدث عنه، وهو يعني شخص يعني نال محبه الجميع ونال احترام الجميع بالاعمال الرائعه اللي قدمها لينا، وسنظل نذكره بالخير وربنا يرحمه ويتولاه برحمته ويسكنه فسيح جناته. كده فقرتي الاولى خلصت، ومعانا في فقرتنا الثانيه هينضم لينا سياده المستشار بدر عبد المحسن المحامي بالاستئناف العالي للحديث عن المعاملات التجاريه والشيكات وايصالات الامانه. انتظرونا بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم تاني في فقرتنا التانية النهاردة اللي هنتكلم فيها وهنجاوب فيها عن أهم التساؤلات اللي بتخم المصريين وخاصة فئة التجار، وهنتكلم فيها عن المعاملات التجارية والشيكات وإيصالات الأمانة. للحقيقة لأن إحنا يعني أنا عايز أتكلم إن إحنا كنا أيام زمان كان في كلمة شرف بين الشخص المتعاقد وبين التاجر، ما كانش في حاجة اسمها شيك ولا إيصال أمانة ولا الكلام ده، مجرد الكلمة اللي هو كان بيقولها كان بيتم والناس بتصدق بعضها البعض. ولكن مع تطور الحياة ومع ظهور النصابين ومع ظهور الناس اللي بقتش بتراعي ربنا وبتدي الناس حقوقها، ظهر الشيك وإيصالات الأمانة من أجل إن كل شخص يحفظ حقه. ومعانا في هذه الفقرة سيادة المستشار بدر عبد المحسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة للحديث عن هذا الأمر، وإزاي التاجر يعرف ياخد حقه من شخص ممتنع عنه، إزاي أفرق بين الشيك الحقيقي والشيك المزور، إيصال الأمانة الحقيقي وإيصال الأمانة المزور. أهلا بحضرتك سيادة المستشار. أهلا أستاذ. إزاي حضرتك وبر حضرتك؟ الله يبارك لك، ربنا يخليك. ناس كتيرة جدا يعني إحنا المعاملات التجارية دلوقتي بقت سريعة وبقى في قانون بينظم المعاملات التجارية وهو القانون التجاري، وده بيدفع العديد من التجار ان هم في تعاملاتهم بيلجأوا الى ان هو ياخد شيك على الشخص اللي بيتعامل معاه او ايصال امانة من اجل ان هو يضمن حقه. بداية انا عايز اعرف من حضرتك ما هو الفرق بين الشيك وما هو وايصال الامانة. تمام. عايزين نوضح بس كل هذه النقاط. تمام. للمشاهدين عشان يفهموا معانا ايه الفرق بين. تمام. الشيك وايصال الامانة. بالنسبة للشيك هو حضرتك مجرم او جريمة اصدار شيك بدون رصيد مجرم وفقا لنص المادة 534 من قانون رقم 17، قانون التجارة رقم 17 لسنة 99. بالنسبة لإيصال الأمانة مجرم وفقا لنص المادة 341 عقوبات. ده بيجيب حق التاجر وده بيجيب حق التاجر. كلاهما الناس بتستعملهم التجار في تعاملاتهم اليومية. يعتبر الاوراق ديت الاوراق التجاريه الشيك وايصال الامانه يعتبر نسبه 99% من التجار او التجاره في مصر بيتعاملوا على هاتين الورقتين. الشيك وايصال الامانه. خدت بال معاليك؟ تمام تمام. عايز اعرف من حضرتك ايه هي مميزات الشيك؟ يعني انا شخص كتاجر بتعامل مع شخص بالشيك، مميزاته ايه؟ اكيد له مميزات. الشيك وفقا لقانون التجارة أداة وفاء بمجرد الاطلاع. بمجرد الاطلاع، وأنا بفضل حضرتك الشيك على إيصال الأمانة. ليه بقى؟ الشيك يعتبر منزه عن الدفوع نادرا أو في يعني بمعنى أنا لو القاضي ملوش دعوة بالباعث على إصدار الشيك. مع احترام المعاليك، لو اتنين بيلعبوا قمار واحد مضل للتاني الشيك، القاضي ما بيبصش للباعث
الشيك انت مضيته ليه؟ آه. الا في حالات نادره، في حالات التوقيع على توقيع الشيك بالاكراه، او سرق او سرقه الشيك. دي مثلا استثناءات. اما القاضي يعتبر الشيك شيك ما يعني منزع عن جميع الدفوع، اداه وفاه بمجرد الاطلاع. وده بيدي سلاسه في التعامل، بيدي ثقه في التعامل، ولا سيما حضرتك كميه الشيكات زي ما قلت لك مع الركود الاقتصادي، مع الركود الاقتصادي في البلد. نادرا لما تلاقي واحد بيبيع كاش، نادرا على مستوى الجمهورية في أي سلعة، في أقمشة، في أدوات منزلية، في أجهزة كهربائية، في منسوجات، في سجاد، في الموبيليا، في كل المجالات التعامل كله بالشيكات. خدت بال حضرتك؟ تمام. إيصال الأمانة بقى بالتحديدا، يعني تمام. أنت حضرتك قلت الشيك ليه ميزه كبيره، تمام. ايه الفرق بقى؟ تمام. ايه الفرق بينه وبين ايصال الامانه؟ ايصال الامانه هل قوي ولا له مميز؟ اكيد طبعا له مميزات. انا زي ما قلت لك، انا حضرتك انا افضل الشيك في التعامل عن ايصال الامانه. ماشي. في كثير في كثير ما عندهمش دفاتر شيكات، في فعلا وبيلجا الى ايصال الامانه. عايزين اكيد عايزين نطمنه، مش إن كل واحد ايصال الامانه له مميزات. مش كل واحد، مش كل واحد بيتعامل في التجاره مع دفتر شيكات. انا بتكلم ولا سيما وفقا لقانون التجاره رقم 17 سنه 99 حجم موضوع اني لما تروح للبنك يديك دفتر شيكات على طول. لا لا، مش بالسهوله ديت. وبالتالي الناس بتشوف البديل للشيك الايصال الامانه. ايصال الامانه يعتبر عقد من عقود الامانه المنصوص عليها في نص الماده 341. عقود الامانه اللي ذكرها نص الماده 341 يعتبر خمس عقود على سبيل الحصر: الوديعة، الرهن، عارية الاستعمال، الإيجارة، الوكالة بأجر. من ضمن الحاجات ديت إيصال الأمانة يعتبر عقد من عقود الأمانة. تمام. خدت البال عليك. ويعتبر الورقة الثانية في التعامل في التجارة بين التجار بعد الشيك. أنا عايز أضمن حقي في إيصال الأمانة. تمام. أضمنه إزاي؟ تمام تمام. إيصال الأمانة لازم يتكتب كله حضرتك بخط واحد. بخط؟ بخط واحد. ليه بقى؟ تمام. بخط واحد. عايزين نوضح النقطة. تمام. دي يعني ليه بخط واحد؟ ليه بخط واحد بالتحديد؟ هوضحها لحضرتك. هوضحها لمعاليك. ده إيصال أمانة يا أستاذ محمد. نموذج لإيصال الأمانة اللي فئة كبيرة من التجار بيتعاملوا بيها. حضرتك الراجل المدين لما بيجي يمضي على وصل الأمانة المفروض بيمضي استلمت أنا الموقع أدنى السيد فلان 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 الفلان المقيم، ويكتب عنوانه. ماشي. وأحمل بطاقة رقم قومي كذا من السيد فلان الفلاني، مبلغ وقدره كذا يتكتب لتوصيله للسيد فلان الفلاني اللي هو الطرف الثالث. اللي هو الطرف الثالث. البنات دي كلها لازم تتملي بخط تتكتب واحد. بخط واحد. مش مشكلة أنا يعني ممكن أنا أكتبها كأنا بس كتاجر، بس بخطة أكتبها بخط أنا. والراجل اللي عليه الفلوس يوقع لي. تمام. يعني مش لازم كلها تتكتب بخط المدين. ما ممكن يكون الخط بتاعه تعبان، وبالتالي أنا بكتبها كلها استلمت أنا المبلغ ومحل الإقامة ومن السيد فلان مبلغ وقدره كذا لتوصيل السيد كذا. ويمضي ويوقع. خدت البال معاليك؟ تمام كده؟ تمام. ده هو الصح المفروض يتعمل. ولكن في فئة من التجار بيبدأ في التعامل يعني معه. هي دي الشروط الصحيحة يعني ده أنا بقول لك يعني ده هو يعني كتابة إيصال الأمانة المفروض بيكون بهذا النمط. ماشي. ولكن أحيانا وبيحصل في حالات كتيرة إن الشخص التاجر يمضي الراجل على إيه؟ على ابيض. على ابيض. ويخليه يمضي ويسيب البنات دي كلها فاضيه وهو يرجع يملاها. طبعا عشان يعني مثلا بيبدا معاه بالتعامل ب 50,000 بيضمن ان هو يكون معاه. ما هو لو كتب وحدد الايصال ب 100,000 ممكن التجاره تزيد عن 100,000 جنيه. وبالتالي هو بيعمل حساب فيما بعد ان حجم التجاره او الدين اللي هيدين للراجل ده ممكن يزيد، وبالتالي بيسيبه على ابيض. الابيض ده معترف بيه؟ لا. بص حضرتك العيب بتاع الايصال الابيض انه زي ما قلت لحضرتك انا وقعت لك دلوقتي على ابيض. ماشي. انت لك عندي حضرتك مبلغ. وقعت لك على ابيض ايصال امانه وتحطه في الدرج عندك. فيما بعد بتيجي تملاه عشان تشتكيني. قصرت انا في التعامل ما بدفعش، بتشتكيني، بتضطر تعمل ايه؟ تروح مالي بيانات الايصال.
بعد شهر، بعد اتنين، بعد سنة. أولا الألم ممكن يكون مش موجود، وحتى لو كان موجود الألم اللي اتمضى بيه، هتيجي تكتب البيانات، هتيجي هترفع الجنحة المباشرة أو المحضر في اسم الشرطة، خدت البال معليك؟ القضية هتروح النيابة، النيابة هتنزلها جلسة، هاجي أنا كمتهم ممكن أطعن بالتزوير، أطعن بالتزوير، هيجي الطب الشرعي أو قسم أبحاث التزييف والتزوير بيقول لك إيه؟ إن التوقيع بخط، بخط ومداد مختلف عن الخط اللي في الصلب، وفي توقيت زمني او في فارق زمني. الفارق الزمني ده بيفيد ان الايصال ده كان على ابيض، وان الراجل ده ما استلمش المبلغ اللي في الايصال، وبالتالي القاضي يتشكك في اسناد هذه الجريمه، جريمه خيانه الامانه او ايصال الامانه للمتهم، ويديله براءه، وبالتالي يبقى كده التاجر ضاعت الفلوس عليه. تمام، هنكمل الحقوق وازاي الشخص يضمن حقه في ايصال الامانه، بس هناخد معانا اتصال هاتفي. محمد من اسكندريه، اتفضل استاذ محمد. استاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد من اسيوط. استاذ محمد اهلا بحضرتك، اتفضل يا باشا. عايز اسال استشار الاستاذ بدر. طب بس اولا وبس وطي صوت التلفزيون واسمعنا عشان صدى الصوت بس. هو ايصال الامانه في تاريخ. تمام، في حاجه تانية يا حاج محمد؟ وصال الأمانة ليه مدة معينة ويسقط يا سعادة المستشار؟ تمام. في أسئلة عندك؟ طبعا في الشكية بيبقى أقوى من الكمبيالات. تمام، عايزين نستفسر من الأستاذ بدر. تمام، خلاص هو هيوضح لحضرتك اللي احنا هنكمل مع حضرتك. شكرا يا أستاذ حاج محمد على هذه المداخلة. احنا عايزين نرجع، هو سأل برضو سؤالين في إيصال الأمانة، أرد عليه بس عشان أرد عليه. هو بيقولك الإيصال يترخ، المفروض الايصال ما بيترخش. ليه بقى؟ عشان لو ترخت الايصال مثلا النهارده كام؟ النهارده 14 النهارده 14/10/2020. معنى انك تترخ الايصال النهارده 14/10/2020، يبقى لازم الايصال ده يترفع او يتعمل به جنحه او محضر في الاسم قبل مرور 3 سنين على التاريخ ده. يعني 3 سنين يعني اخر ميعاد لإقامة جنحة ومحضر 13/10/2023. وبالتالي الأفضل ما يترخش الإيصال. دي حاجة. الحاجة التانية هو قال إيه؟ هو كلم عن التاريخ والوقت، هل له وقت محدد ولا لا؟ الوقت المحدد إنك طالما الإيصال ما اترخش شغال على شغال عادي، شغال عادي. أما لو حددت بتاريخ خلاص ملزم انك ترفع الجرحة المباشرة قبل مضي 3 سنين من تاريخ التاريخ الموجود في الإيصال. وبالتالي انا ما معظم الإيصالات ما بتكتب، يعني ما بتكتبش فيها انا عايز افهم حضرتك التاريخ. بعض بيمضي على إيصال الأمانة وبيكتب البيانات اللي موجودة في البطاقة، تمام، في حين ان هو ساكن في منطقة تانية. تمام. انا هعرف اضمن حقي ازاي؟ تمام، دي بتحصل كتير. بتحصل كتير. ايه اللي انا ايه الصح بقى في الموضوع ده؟ هقول لحضرتك حاجه. انت عشان تبقى فلوس لواحد وتمضيه على ايصال امانه ولا شيك، ما تكتفيش بالبطاقه. وبتحصل كتير، نيجي نرفع الجنحه او المحضر سواء شيك او ايصال امانه، ومحل اقامه الراجل المتهم في اسيوط، في المنيا، في بني سويف، في اسكندريه، في الزقازيق، في كفر الشيخ. وفاجأ بعد ما نرفع القضيه وناخد حكم، وفاجأ لما بنروح ننفذ عليه عن طريق وحدة مباحث الاسم أو مركز الشرطة، إن الراجل ده مش موجود في العنوان من أساسه، أو موجود وترك العنوان ده، عنوان قديم ومقيم في حتة تانية، ترك العنوان ده من 10-15 سنة. وبالتالي الراجل التاجر اللي هيتعامل مع واحد في المعاملات التجارية ما يكتفيش بالبطاقة، يعمل عنه تحريات. انت هتبقي له 100,000 ولا 200,000 ولا 300,000 ولا مليون ولا 2 مليون. مجرد البطاقة هي دي اللي هتعرفك ان هو مقيم في المكان ده. لا، ده بتحصل كتير حضرتك، بتحصل كتير جدا. يبقى يسأل على محل إقامته الحقيقية الموجود فيها حاليا، محل عمله، المصنع بتاعه، الورشة بتاعته، مصنع الملابس، يعني كل البيانات، الأماكن، كل البيانات. تكتفيش بالبطاقة. عشان لو اكتفيت بالبطاقة يا ما في أحكام بتسقط لما بناخد حكم على واحد على عنوان البطاقة ونفاجأ إن هو مش موجود في العنوان ده، هو او ترك العنوان ده من 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 فتره، من 5 سنين، من 10 سنين. طب هرجع نكمل عشان احنا عايزين نطمن الناس ويفهم يبقى عامل ايه، وصل ايصال الامانه ازاي، تمام، وياخد حقه ازاي. وبرده في نفس التوقيت عايزين نتكلم على
ان الشخص اللي ماضي الايصال يضمن حقوقه ازاي. بس هنتكلم في النقاط دي بعد هذا الاتصال. الاستاذ نبيل من سوهاج، اتفضل استاذ نبيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا باشا انا ليه هرد 4 سنين 5 سنين ما لقيش حد في الدوله دي خالص؟ معلش بس مش فاهم حضرتك، وحضرتك عايز تسال عليه بالظبط. الاول يا باشا اشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الاول. اهلا بحضرتك. راجل انا عامل لي راتب 500 جنيه شهري يا راجل، بارك الله فيه وربنا يخليه ويعفي عنه الاول. طب ايه احنا بنتكلم يا حاج نبيل؟ احنا يا باشا انا معايا مشكله يا باشا مع موظف في املاك الدوله. املاك الدوله مش بس ده مش فاهم حضرتك، ولان ده مش موضوع حلقتنا. احنا بنشكرك يا استاذ نبيل. احنا حضرتك لو عندك سؤال عن الخاص بالمعاملات التجاريه الشيك او ايصال امانه احنا نوضح لحضرتك هذا، بس ده مش موضوع حلقتنا النهارده اللي احنا بنتكلم فيه. هنرجع لحضرتك يا استاذ نبيل. تمام. احنا بنتكلم دلوقتي على الحقوق اللي يضمنها ايصال الامانه بالنسبه للشخص اللي عايز يضمن حقه لهذا الدائن او التالي. تمام. انا شخص مضيت على ايصال الامانه، حقوقي ايه واثر ذلك هذا الايصال عليا؟ يعني انا ممكن عايز اضمن حق انا كمان ازاي يعني؟ ان انا ما اتلعبش بهذا الايصال. تمام. انت عليك فلوس. اه تمام. وانا بدينك وانا ماشي؟ انا عايز اضمن حق انا تمام. كمان تمام. انت عليك 100,000 جنيه. المفترض ما تكتب الايصال بخط ايدك وتكتب المبلغ اللي عليك بالظبط، ما تكتبش ايصال امانه على ابيض. عشان ممكن يكون عليك 100,000 جنيه والتاني يحط مليون جنيه. ولا سيما ان مفيش للاسف دلوقتي ما عادش في ضمير، مفيش ضمير والذمه مفيش ذمه ولا ضمير ولا اي حاجه من هذا الوضع. وبالتالي كما دين عشان تضمن حقك وتضمن عدم تلاعب التاجر او الدائن بالورقه اللي معاه الايصال امانه، يبقى تحدد المبلغ. عليك 100,000 تكتب 100,000، عليك 200,000 تكتب 200,000. يعني هو تكتب رقم ولا تكتب بالارقام وبالحروف؟ هنا هتلاقي ممكن خانه بالرقم وخانه بالحروف. والعبره برضه حتى لو اختلف الرقم على الحروف العبره بالحروف. العبرة يعني مثلا 200,000 جنيه انت كاتبها ب 200,000 جنيه 2 وجنبها 5 اصفار. يعني او غلطت في الرقم بتاع ال 200,000 جنيه العبره بالحروف 200,000 جنيه مصري فقط لا غير. في حاله اختلاف الرقم على الحروف العبره بالحروف. يعني ما تمضيش على وصل امانه على بياض، تحدد المبلغ وتحدد المبلغ بالحروف. تحدد المبلغ وده حق للمدين وحق للدائن. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. ده حاجه القران قايل عليها. طب هناخد تمام. احمد من القاهره ونرجع نكمل كلامنا. الاستاذ ياسر من القاهره، اتفضل استاذ ياسر. يا فندم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بحيي حضرتك يا استاذ محمد وبحيي سياده المستشار بدر. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك دلوقتي يا فندم؟ يعني لو في مشكله في التوقيع، يعني دلوقتي واحد مدين وكاتب الشيك الشخصي بتاعه وتلاعب بالتوقيع بتاعه. تلاعب بالتوقيع ايه يعني؟ بالظبط كده. يعني هو متعمد انه يمضي او يوقع توقيع خطا عشان يجي رفض بسبب التوقيع. ايه التصرف اللي يتم يا فندم؟ تمام يا استاذ ياسر. شاكر وشاكر افضالك يا فندم. شكرا يا استاذ ياسر. سياده المستشار وضح الرد على النقطه اللي بيقولها الاستاذ ياسر. لان كنت هسال حضرتك فيها. في بعض بيجي يوقع يروح ضاغط على القلم جامد عشان يقول لك ضغط القلم. نص الماده 534 من قانون التجاره رقم 17 سنه 99 عالج النقطه دي. اذا حاول الشخص قام بالتوقيع على الشيك بسوء نيه على نحو يحول دون صرف قيمه هذا الشيك يعاقب بالحبس وبغرامه. ازاي حضرتك؟ الشخص ده ليه نموذج توقيع في البنك. تمام. نموذج توقيع في البنك، لو عمل خط وقع ب ب ب ب ب ب يعني بكتابه او بامضاء غير النموذج البنك مش هيصرف قيمه الشيك. يبقى هنا في سوء نيه من الراجل دهوت والقانون بيعاقبه بالحبس وبالغرامه. طب انا اثبت كده ازاي؟ نعم. ممكن يطعن يقول لك دي مش امضتي. اهم حاجه في النقطه دي ان هو يوقع قدام عينيك، حتى لو وقع بطريقه غير الفورمه اللي في البنك. ماشي. اهم حاجه دي نصيحه برضو ان هو الشخص يوقع. الشخص التاجر او الدائن لما يجي يمضي شخص يمضي هذا المدين قدام عينيه. في بعض التجار بيبقى في نوع من الثقه الزياده عن اللزوم. يا فلان الفلان انا هبعت لك شيكين مع واحد همضيهم لك وابعتهم. لا مفيش الكلام ده. ما ممكن وحصلت كتير.
يخلي واحد يمضي الامضه بتاعته يمضي الامضه بتاعته ويبعت للراجل صاحب الفلوس ويروح يصرف الشيك ما يلاقيش في رصيد او الشيك ما اتصرفش يروح يرفع قضيه. الثاني يطعن بالتزوير تزوير. هيجي الشيك ايه مزور. في الحاله دي النيابه بتنزل الشاكي اللي هو المجني عليه اللي هو صاحب الفلوس تهمه جنح التزوير في محرر عرفي وياخد فيها حكم والراجل اللي عليه الفلوس يساوم الطرف يساومه. وحصلت معايا حصلت مع موكل عندي. طبعا هنرجع حصلت مع موكل عندي نفس النمط ده بس بعد اتصال الاستاذ راضي من كفر الشيخ. استاذ راضي ايوه يا باشا اهلا بحضرتك اتفضل استاذ راضي سؤالك ايه؟ سؤالي دلوقتي انا راجل بعمل طوربينه الكهرباء بتعمل ايه؟ طوربينه الكهرباء توليد الكهرباء تمام اخدت من جماعه 60,000 جنيه 90,000 جنيه وصلت لهم 50 وانا مقصود ب 130 مش معلش بس عشان مش فاهم الحته الاخيره انت عملت طلبيه كهرباء ب 90,000 جنيه مولدات كهرباء بعملها لهم ب 90,000 جنيه ادوني العربون الاول 90,000 جنيه وخدت لهم حاجات ب 130,000 جنيه معدات الناس اختلفت معايا ايه ده؟ اختلفوا معايا اختلفوا مع حضرتك تمام بس انا عايزك تتكلم بصوت واضح عشان انا فعلا بسمع بصعوبه جدا ماشي يا باشا ماشي يا باشا اختلفوا معايا فلما اختلفوا معايا انا وصلتهم 50,000 عندهم بقى الداخليه ب 130,000 الراجل اللي كان شايل الامانه قدام المواصل اشتكوني ب 250,000 260,000 انا قدام مصوات على مياه انت كنت واخد عليهم وصلات على بياض؟ انا كان متاخد عليهم وصلات على بياض اللي كان موجود اللي شال الامانه المحامي اللي شال الامانه خاني الامانه خاني الامانه خاني الامانه وانا وصلت لهم 50,000 بشهور يعني انت 130,000 وصلتهم ل 50,000 عشان تاخد حقوقك ومش عارف تاخدها 130,000 دي معدات حطت عندهم في ارضيه تمام هم كان عندهم وصل امانه على بياض خدوا كام؟ خدوا 50,000 من 90 اللي كانوا ادوهم بس ما ادوهمهم قدام ناس في الشهور تمام يعني انت بتتكلم دلوقتي ان قضيه نصب وقعت فيها والمحامي خان الامانه بتاعت حضرتك قضيه نصب والمحامي نفسه اشتكاني اللي هو المحامي اللي هو اشتكاني هو اللي شايل الامانه هو اللي طب دي هنتكلم فيها الأمان. تمام انت فهمت السؤال يا استاذ محمد تمام يا استاذ راضي شايف معلش برضه قول لي انت السؤال عشان هو الكلام مش واضح هو بالنسبه لي هو بيتكلم في النقطه الخاصه باللي احنا اتكلمنا فيها ان انا مضيت على ايصالات امانه مضى على ابيض على ابيض الطرفين وكان في ثقه واضحه في احد المحامين والمحامي ده باعه للطرف الاخر يعمل هو ايه عشان ياخد حقوقه الايصال فين هو دلوقتي اللي وقع عليه مع المحامي تمام انا اعمل ايه عشان اخد حقي يبلغ النيابه يتقدم ببلاغ للنيابه العامه بهذه الواقعه ويتهم برضو للاسف الزميل المحامي بخيانه الائتمان انا مديك الحاجه ديت او الامانه دي عندك على سبيل الامانه المفروض تردها لي خدت البال معليك ده يعتبر عقد من عقود الامانه اللي منصوص عليها في نص الماده 341 برضه عايزين ننصح الناس في الحته دي بالتحديد ليه انا اسيب وصل امانه مع محامي يعني لا ما هو مش كل المحامين في ناس محامين بيتامنوا على ملايين انا تعامل مع التجار بتوع الازهر يمكن انا بعول هم الموكلين اكتر من صاحب يعني انت بتديني ايصال امانه ولا شيك بمليون باتنين مليون انت بتبقى مطمئن انا اللي بعول هم وبحاول اجيب لك حقك بقدر الامكان بس احنا برضه دي فئه برضه يعني يعني هو للاسف حظ وحش ان هو وقع مع استاذ محامي الله رسوله اعلم بيه طب معانا اتصال ثاني واضح ان اتصالات من بدايه الحلقه معانا احمد من اسيوط اتفضل استاذ احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سؤالك يا استاذ احمد الله يكرمك يا باشا هل سيادتك اخذت سياده مستشار مع حضرتك سياده مستشار في سيادتك انا واحد لي عندي مبلغ 13,000 13,000 13,000 13,000
ما زلت صحتها فكتب عليها 100,000. انت كنت موقع على ابيض؟ اه سيادتك. تمام. وكتب انا حاولت اديله فلوسه 5 مثلا 8 وخلصه بال 13. فحضرت سيادتك جلستين وانقطعت عن العمل ما اروح له ثاني. عشان هو طلب مني 100,000. فمش عارف سيادتك اروح فين ولادي منين الحكايه دي. يعني حضرتك كنت موقع ايصال امانه على ابيض. تمام؟ وانت عليك 13,000. هو كتب لي 100,000. وهو كتب ب 100,000 ورفع قضيه ولا لسه؟ رفع قضيه سيادتك وحضرت جلستين فيها وما رضيتش اروح ثاني. تمام، مش في زميل محامي بيتابع لك القضيه ديت؟ لا سيادتك عشان طيب. ما عندوش الفلوس معيش محامي. حضرتك دلوقتي اذا كنت انت وقعت على ابيض وهو ملا بعد ما وقعت على ابيض المبلغ ب 100,000 جنيه هتطعن بالتزوير وهيجي الجنحه هتروح الطب الشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير وهيثبت ان في ان في فارق زمني بين الصلب اللي هو ب 100,000 جنيه والتوقيع اللي انت وقعت عليه، هتلاقي في اختلاف في فارق زمني وفي اختلاف في الكتابه وفي اختلاف في الالم نفسه، الكلام ده هيثبته الطب الشرعي وفي بامر الله بنسبه 99% القضيه بتاعتك دي هتاخد فيها براءه. تمام. نعم. المحوطه الاولى زي ما الحسين عندي بعد اذن سيادتك، السيد المحامي رحت عنده هو كتب له العقد عشان تكتب زي دوت ابيض، قال له تخلي القلم معاك وتكتب نفس القلم. تمام. يعني المحامي اللي انت يعني انت قصدك القلم اللي انت مضيت بيه احتفظ بيه. تمام. احتفظ بيه واكتب بيه نفس المبلغ اللي انت عايزه. لو الصلب اتملى في نفس بعد ما مشيت انت بخمس دقايق صعب ان الطب الشرعي يجيبها، الكلام ده لو الصلب اتملى بعد شهر بعد اتنين بعد ست شهور، ولكن دي النقطه دي مش في مصلحتك، ما هو بتحصل كده يا استاذ محمد. انا بمضيك على بياض وبعد ما بتمشي بنفس الألم انت عليك 10,000 جنيه اكتب لك 100,000. طب اسمعني يا استاذ احمد، الرد مع سياده المستشاره زي شكرا يا استاذ احمد. لو احتفظ بالألم ومضى وكتب بيانات الصلب بعد ما مشي بعد ما مضى الاخ ده بخمس دقائق، ودي بتحصل كتير، من الصعب ان الطب الشرعي يثبتها. انا مش عارف الناس اللي من الصعب ان الطب الشرعي يثبتها. يثبت امتى بقى؟ لما يكون في فرق زمني 6 شهور 7 شهور 8 شهور. طالما المحامي قال له اكيد هو فاهم بيعمل ايه. ايوه عارف، واكيد هو معروفة. فاهم يمشي من هنا ويمنع بيانات الصلب كلها بعد ما يمشي الراجل ده بخمس دقائق. مش يعني ده برضو عشان كده انا اكرر يا استاذ محمد، لازم تمضي، محدش يمضي على ابيض، امضي على المبلغ اللي عليك. انت ما بتعرفش تقرا. الاخ ده اهو ما بيعرفش يقرا مثلا ولا يكتب، يجيب حد، يجيب اخوه، يجيب ابن عمه، يجيب اي واحد يقرا يملى البيانات ويقول له امضي. ساعتها بقى مش هيحصل اي تلاعب، مش هيقدر يمضي، مش هيكتب الشخص الدائن، مش هيكتب مبلغ اكتر من اللي على الشخص ده. هو في ناس عايزه تسال حاجات مهمه دي. تمام. معانا ناصر. منين يا استاذ احمد؟ استاذ ناصر اتفضل، سؤالك ايه يا استاذ ناصر؟ سؤالي في واحد ناصب علينا في سوهاج. واخد بالك، ناصب علينا بمبلغ 380 مليون جنيه، ناصب على الناس كلها يعني. كم؟ 380 مليون. 380 مليون؟ 380 مليون. ليه؟ بسبب ايه يعني؟ بسبب هو بضع الراية كان يقول انا شغال مثلا في العقارات ويعني الناس تلم فلوس واحد شيخ جامع. هو اللي روج لي الحكايه دي. ايوه، وطبعا الاهالي اقتنعت بكلامه وادته الفلوس وهو بيدينا نسبه ارباح عاليه فصدقته. قال نديكم مثلا كل 3 اشهر 20%. الاهالي هي اللي يعني مش عايز اقول يعني مش عارف، الناس لسه ما زالت بينضحك ناس عليها أميين. بهذا الاسلوب. ناس اميين واخد بال سيادتك. والشيخ هو اللي ثبت الحكايه دي هاتي مع الناس. طب قدمتوا باي بلاغ، اي شكاوى؟ دلوقتي احنا قدمنا شكاوي. ايوه قدمنا شكاوي، وقت لك الشكاوي طبعا هو متعامل مع بتوع التحريات. بس بيجيبوا عدم ثبوت واقع. حضرتك بص يا استاذ احمد، يا استاذ ناصر، حضرتك بتقدم بلاغ ومعاك الناس اللي حصل معاها هذه الوقائع، بتقدموا بلاغ للنيابه العامه او مباحث الاموال العامه، واحنا عندنا تحريات قويه جدا، وهذه المواقف حصلت في جميع المحافظات، وكان عندنا في محافظه الشرقيه. ثواني بس يا استاذ ناصر اسمعني،
وهذه الوقائع حصلت اكتر من مره، والحقيقه ان اهالي ما بتتعلمش. يعني انا مش عايز اقول الجشع والطمع اصبح بيملا قلوب الناس، انا عايز احقق مكاسب من غير ما اتعب من غير ما اشتغل، فبيجي واحد يستغل جهل بعض الناس بهذا الامر وبينضحك عليهم، تعالى وانا هشغل لك فلوسك وهديك نسبه كل 3 شهور 15% 20%، هو بيفرح بكده يلم الفلوس والناس ترجع بعد كده تبكي تاني. واخد بالك يا استاذ، خد بالك الفكره مني، خد بالك الفكره مني. اسمعني، واخد بالك، هو طبعا احنا رحنا الاموال العامه قال احنا الراجل ده ما بناخدلهش شكاوى. طب يعني ما خليناش ولا مكان دقنا الباب جواه. الراجل ده ايه؟ بيقول الراجل ده ما يدخلش قصادك شكاوى. تمام يا استاذ. ورحنا الاموال العامه الصهاج، الاموال العامه بتاع الصهاج. تمام 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 يا استاذ ناصر. ما فيش ياخذ لنا شكوى، وكل المحافظه عارفه، والنائب بتاع المركز الصهاج عارف، وكل الدنيا عارف. تمام يا استاذ ناصر، وصلت رسالتك، واحنا هننصحك تعمل ايه. وبصراحه يعني انتوا المفروض يبقى عندكم وعي. المواقف دي اتكررت كتير. يعني ايه؟ هو بيقول لك قدم شكوى لمباحث الاموال العامه وما رضوش ياخدوا الشكوى. يعني ايه ده؟ هي المختص مباحث الاموال العامه ده يعتبر توظيف اموال. يعني مختص به مباحث الاموال العامه، اي شكوى المفروض بياخدوها وبيحققوا فيها طبعا، وبيعطوا الشكوى دي للنيابه. وده حصل. كون بقى ان مباحث الاموال العامه ما بصيتش في الشكوى، خلاص ماشي، ما فيش مشكله. في النائب العام، السيد المستشار، النائب العام يتقدم من جميع الناس اللي اتنصب عليهم واللي اتخذت فلوسهم، يقدموا شكوى للنائب العام. عايزين نوعي الناس في النقطه دي، مهما توعي الناس للأسف. الموضوع اتكرر. ده في جميع المحافظات اتكرر للاسف، طمع من الناس. يعني ازاي يعني انا بديك 100,000 جنيه تدينا 10,000 جنيه كل شهر؟ يبقى بطمعك لغايه ما اسحب منك مليون، وده مليون، وده 2 مليون، وده 5، يسحب له 20 30 مليون و50 مليون و100 مليون، ده بيقول 380 مليون مثلا، ويطلع مبلغ. ويطلع بره مصر. خدت البال عليك؟ ما هو طمع من الناس. طمع الناس، اخره الطمع وحش. الناس ما بتحرص، ما بتتعص. خدت البال عليك؟ الموضوع ده تكرر كل سنه، بيتكرر مع التجار ومع الناس الغلابه ومع كله. الناس مش عايزه تشتغل. الناس عايزه تاخد اديك 100,000 جنيه وانا قاعد زي الباشا كده، تديني كل شهر على 100,000 جنيه 10,000 جنيه. مش عايزه تشتغل. ما ده عيب من الناس اللي انا عايزه، مش عيب من الشخص، من النصاب بس، ده عيب من الناس. ما طبعا عيب، ما هو لا يسأل النصاب ما يسأل على الضحايا. الله ينور عليك. الضحيه هي اللي تسأل ازاي ساهمت ان هذا الشخص يضحك عليهم. يعني طبيعي اي موقف من هذه المواقف. تمام. احنا عايزين نرجع لموضوعنا اللي هو موضوع الشيك. البعض تجار او بعض في تعاملات الشيك بيلجا ان هو يعني ما بيملاش الشيك، واحيانا في شيك مسطر. عايز افهم الحته، يعني ايه الشيك مسطر بشرطتين فوق ده؟ تمام. هل في اختلاف؟ تمام. هل في اختلاف بين الشيك المسطر ده؟ تمام. بص يا باشا، بص يا استاذ محمد، الشيك وفقا لقانون التجاره اداه وفاه بمجرد الاطلاع. خدت الا الشيك المسطر او الشيكات الحكوميه. تمام. الشيك المسطر مثلا انا كتبت لك شيك مسطر استحقاق 30/12/2020. لو رحت البنك بالشيك المسطر ده عشان اصرف الشيك، البنك هيقول لك لا، اصبر ل 30/12 عشان الشيك مسطر. وبرده نفس الكلام الشيكات الحكوميه. اما الشيك مش مسطر، وحتى لو كتبت لك تاريخ بعد سنه، الشيك مش مسطر وكتبت لك تاريخ بعد سنه، لو رحت البنك هيصرف لك قيمه الشيك. يبقى التصدير ده هو اللي بيلزم البنك ان يدفع في التاريخ اللي مكتوب في الشيك. تاريخ الاستحقاق. ليه كل ما بيلجاش الموضوع نعم، ليه كل ما بيلجاش الشيك المسطر؟ لا، معظم التجار بيلجأوا للشيك المسطر. معظمهم الشيك المسطر عشان بيرتب التزاماته واموره في تواريخ معينه. انا كتبت لك شيك 5 شيكات 30/11/2012/30/1/2021 وهكذا. خدت البال حضرتك؟ يبقى الشيكات المسطره بتدفع في مواعيد استحقاقها المكتوبه في الشيك، والشيكات الحكوميه ده استثناء على القواعد العامه ان الشيك اداه وفاه بمجرد الاطلاع. طب عايزين نعرف من حضرتك العقوبات. هل العقوبات في قضايا الشيك بتختلف عن العقوبات في قضايا إصالة الأمانة؟ تمام. قضايا الشيك وإصالة الأمانة ده عقوبة الشيك، جنحة الشيك إصدار شيك بدون رصيد، وعقوبة إيصال الأمانة الحبس. ده بيبدأ من 24 ساعة حتى 3 سنين. تمام. دي تقديرية للسيد المستشار رئيس المحكمة. يعني ممكن يدي شهر، ممكن يدي سنة، وممكن يدي 3 سنين. في جميع الأحوال أو في المجمل، أقصى عقوبة للشيك أو إيصال الأمانة حتى لو بمليار جنيه، أقصى عقوبة 3 سنين. هل دي كافية؟
ده حضرتك انا لو هحكي لك واقعه القانون محتاج انا هحكي لك واقعه محتاج لتعديل كان في قضيه كان في جنحه ايصال امانه مرفوعه ب 350,000 جنيه وفوجئت ان السيد المستشار مدي حكم 3 شهور 350,000 جنيه ومد حكم 3 شهور طبعا اللي محكوم عليه بثلاث شهور ده ممكن يخش السجن ويقعد زي الباشا 3 شهور ويطلع والراجل راحت عليه 350,000 جنيه. انا يعني خدت البال معلش للاسف احنا شوف يعني احنا الوقت بتاعنا يعتبر خلاص انتهى للاسف. احنا بس هاخد تعقيب حضرتك الاخير بس الرساله الاخيره اللي تحب توصلها للناس عن نصائح مهمه بخصوص الشيك وبخصوص اصاله الامان. تمام يعني عشان لما نختم في هذا الموضوع طبعا زي ما قلت لحضرتك الناس ما توقعش على ابيض توقع الفلوس اللي عليها بالظبط سواء شيك او ايصال امانه. الراجل الدائن او التاجر اللي بيتعامل مع الناس اللي بيبقى لهم فلوس او بيشكك لهم فلوس يتحرى الدقه ويعرف جميع العناوين بتاعت الشخص ده هوت بحيث يبقى عارف لو حب يقاضيه يبقى عارف عنوانه وعنوان الشغل والمصنع والاقامه وكل حاجه عنه ما يكتفيش بصوره البطاقه فقط. للاسف احنا الوقت جري بسرعه في هذه الفقره بالتحديد ويعني احنا ما لحقناش نكمل كلامنا. تمام الموضوع ده محتاج نتكلم فيه عشان الناس محتاجه تفهم اكتر وتوعي اكتر. تمام. وده ان شاء الله ممكن نكمله في الحلقه اللي جايه ان شاء الله الاربعاء القادم. وفي نهايه الحلقه يعني نتمنى ان الناس تستفيد ونتمنى ان الناس تسمع الرسائل اللي احنا وصلناها. نتمنى ان الناس تفهم التعاملات ازاي في هذه الامر حتى ما تكونش فريسه للنصابين وما تضيعش حقك في نفس التوقيت. في نهاية الحلقة بشكر سيادة المستشار بدر عبد المحسن المحامي بالسناف العالي على تشريف هذه الفقرة. شكرا لحضرتك يا فندم شرفتنا ونورتنا شكرا ووضحت الناس أمور مهمة جدا الحمد لله. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة وإن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة الأربعاء القادم في نفس التوقيت. انتظرونا.